Efendim. Hadi kaç şu şotkum. Hadi kaç. Aşın, إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هنا ينطلق في هذه اللحظات الشوط العاشر ويعتبر السابع هنا في هذه الانطلاقة وبهذه المنافسة تتواصل التحديات هنا في هذه الانطلاقة كما نعلن هذا الشوط الخاص لتنافس الإبكار مع المسافة المقررة 5 كيلومترات نذهب وإياكم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى المركز الأول وإلى بداية هذا الانطلاق الوجود مع اختيار على المركز الأول لحمد بن محمد بن علي بن حاذة الكتبي يقدم لنا اختيار على المركز الأول وبداية هذا الشوط بينما المركز الثاني القدوم مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة مع وجود الشامخة لشعار سيبر مطوع الظاهري الذي يتقدم على المركز الثاني المركز الثالث واصل الزعفران لسعيد بن ناصر بوكبي المنصوري الحاضر على المركز الثالث ورابعا اللي هي الشايبة المبارك بن هضبان بن مبارك العامري يتقدم مع الشايبة القادمة على المركز الرابع هنا والحاملة رقم 4 هنا في هذا التحدي المركز الخامس وصلتنا الآن القادمة على خامس المراكز بروق عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي هنا الذي يحتل المركز الخامس مع دائي بروق في هذه الانطلاقة وفي سادس المراكز أيضا الوصول كذلك من وهيلة ها هنا الشعار الصعب سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر الكتبي قادما مع وجود وهيلة القادمة على المركز السادس وفي سابع المراكز المركز السابع هذه القدوم الآن مع وجود الشعار القادم في هذه المنافسة من شندارة محمد بن حمد بن ضبيب الشامسي الذي يحتل المركز السابع هنا في هذه الانطلاق المركز الثامن وصلت اللي هي لحن لخليفة بن راشد بن حميد المهيري قادما على تاسع المراكز وأيضا على عاشر المشاركين شواهيل مطر بن محمد بن علي المنصوري القادم على المركز العاشر هنا مع هذه التغطية لأهمية هذا الشوط انتهينا من عد المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام التي قررناها إلى مسامع الجميع والمتابعين والحاضرين أيضا هنا في هذه المنافسة وبهذا التحدي الرائع نعود إلى أول المشاركين إلى أول المنطلقين الشعار المنطلق هنا مع اختيار من اختارت المركز الأول من اختارت الصدارة هنا شعار بن حاذة يتواجد على البداية الأولى حمد بن محمد بن علي بن حاذة الكتبي يقدم لنا اختيار هذا الشوط في هذه الانطلاق المركز الثاني هذه القادمة شواهين مطر بن محمد بن علي المنصوري قادما هذا الشعار على المركز الثاني لياتينا مع تقدم شواهين الواصلة على المركز الثاني وثالثا تأتي الشايبة لمبارك بن هضباب بن مبارك العامري المركز الرابع القادمة اللي هي بروق عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي قادما مع الوجود والتواصل هنا في هذا التحدي على مستوى المركز الرابع هنا في هذه اللحظات وفي خامس المراكز وصلت مشاهدينا الكرام على المركز الخامس اللي هي بروق لعبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي على المركز الخامس المركز السادس انتقل الآن إلى قدوم وهيلة حاضر الآن وهيلة بشعار سلطان بن محمد بن سلطان الكتبي حاضرا مع وهيلة القادمة على المركز السادس هنا في هذه اللحظات المركز السابع القادمة اللي هي شندارة بشعار محمد بن حمد بن الضبيب الشامسي قادما هنا في هذه الانطلاقة هنا في هذه المنافسة على مستوى
المركز السابع في هذه الانطلاقة، وبهذا الشوط المندفع نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط في هذه الانطلاقة القوية في هذه التحديات الصباحية. البداية مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان مع انطلاقة شواهين، هذه شواهين تشاهدون أمامكم على المركز الأول، مطر بن محمد بن علي المنصوري على المركز الأول، واختيار قادمة، اختيار عينها على الصدارة، عينها على المركز الأول لحمد بن محمد بن علي بن عادة آل كتبية يقدم لنا اختيار هنا في هذه المنافسة. نتابع وإياكم المركز الثالث لأجد القدوم والحضور على المركز الثالث، الواصل الزعفران شعار بقبي المنصوري يتقدم على المركز الثالث، سعيد بن ناصر بقبي المنصوري غادما مع الزعفران على المركز الثالث. هذه الزعفران المركز الرابع، تتحرك الآن قدوة سالم بصالح بالضجوم العامري هنا القادم في هذه اللحظات، حيث قدم لنا نيران بالشوط الماضي، وهنا يقدم لنا اسم جديد مع تواجد جدوى في هذه الانطلاقة. المركز الخامس، واصل الشايبة مبارك بن هضبان بن مبارك العامري يتدخل الآن مع وجود هذا الشوط ومع شعار بمشاركة شايبة. نعود وإياكم إلى أول المنافسات مع هذا الشوط المنطلق لأجد البداية، البداية والتحدي مع اختيار، غادرت اختيار وانطلقت اختيار على المركز الأول بدون أي أوامر ولا تعليمات تذكر حتى هذه اللحظة. العصاف الأبطان الأداء الغاية على مقدمة هذا الشوط، تقدم هذا الأداء المميز، هذا الأداء العجيب على المقدمة والصدارة، منفردة وحيدة مع المركز الأول هنا في هذه الانطلاقة. نتابع الفارق ما بينه وما بين المركز الثاني، ولكن خلاص العودة إلى الصدارة، إلى وجود اختيار. سلام 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 إلى مالك اختيار لحمد بن محمد بن علي بن حادة آل كتبية على فوز وتفوق اختيار واختطافها بناموس. هذا الشوط مؤكد هذا الحضور، بدأ بإعطاء الأوامر مع اللحظات الأخيرة لتحقق الفوز. تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء إلى مالك اختيار لحمد بن محمد بن علي بن حادة آل كتبية على فوز مع اختيار بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت اللي هي جدوى لسالم بصالح بن طرشوم العامري، والثالث مع شواهين لمطر بن محمد بن علي المنصوري. المركز الرابع، إذن هكذا هي الأسماء، ونعود إلى التوقيت الزمني 7:44 هنا مع هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك اختيار لحمد بن محمد بن علي بن حاذة آل كتبية على حصوله بالمركز الأول.